بنات اهلين وش حوالكم؟ صافا لاباس؟ صحتكم بيان الحمد لله، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومتهنيين وصحتكم بخير ان شاء الله. الوغ رايحين نديروا مع بعضنا وصفه سهله وبنينه. كما قاعدين تشوفوا هنا راني حطيت لكم الصفحه تاع الفيسبوك تاع مالك الكبده في عنابه. فريمون فريمون تاكلوا ابن كبده في الدنيا كامله، راني درتها على طريقته تقريبا مع شوي اضافات من عندي، وكما شفتوا تجي فريمون 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 بنينه. دونك تبعوا معايا نديروها مع بعضنا باسكو روعه روعه روعه. تبعوا معايا. اول حاجه عندي مقله كما قاعدين تشوفوا، شعلت النار، نخلي النار شويه قويه باسكو مانيش حابه الكبده تاعي تطلق لي الماء. رايحه ندير فيها كميه من الزيت، ما نديروش كميه كبيره، ياسر ياسر ياسر، كميه هكا مليحه من الزيت. وانا القرع عادي تخرج لي قلبي، قلبي تخرجه لي، هي تقطر وانا قلبي معها يتعصر. شوفوا كما تصب القطره بشويه قلبك تخرجه لك. الوغ درت كميه من الزيت، عندي كبده تاع الدجاج تاعي نقيتها بيان وقصيتها صغيره شويه باه نديرها باه تصلح في لي ساندويتش، يعني ما نخلوهاش كبيره اذا كنتوا حديروها دي ساندويتش، ومن احسن تقصوها خير ما مش هادي ساندويتش. دونك الزيت تاعي يسخن بيان ونرمي فيها هذيك الكبده، راهي الكبده تاعي معها شويه القلبه، قلب تاع الدجاج. دونك ونخليها تتقلى بيان في هذاك الزيت حتى تتحمر لي ودر لي هذيك القشره اللي من برا تاع الكبده هذيك المحمره. دونك ما نقصش للنار، ديجا كي تكونوا دايرين كميه تاع كبده راح تطلق لكم الماء، دونك انتم اصبروا لها، خليوا النار زايده باه تشرب لكم الماء هذاك اللي تطلقوا، تعاود تنشف وتتقلى لي مليح 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 في الزيت هذاك. دونك انا من جهه اخرى كما قاعدين تشوفوا راني حاطه من هيه لي فريت باه يطيبوا في نفس الوقت. قشرت زوج كعبات تاع بطاطا، قصيتهم ملحتهم وراني نقلي فيهم. كميه البطاطا تبقى على حسب كميه افراد العائله، وتانا كميه الكبده تبقى اختياري لكم انتم، انتم واش حديروا. الوغ هنا لي فريت تاعي راهم طابولي، دونك جبت صحن جست نحيهم برك ونحطهم على جهه، سقطرهم بيان برك من الزيت ونحطهم على جهه، ولي فريت تاعي يكونوا واجدين باه كي يطيب مع طيب الكبده تكون البطاطا واجده، دونك باسكو نحتاج هالبطاطا على الاخر. دونك نكمل نحي لي فريت تاعي لو طون اللي تكون الكبده تاعي تحمرت لي بيان 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 في الزيت وشربت لي هذيك العصاره تاعها ونوليو. الوغ كيما قاعدين تشوفوا معايا هنا الكبده تاعي شربت لي هذيك العصاره كامله، تحمرت لي بيان 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 في الزيت هذاك. كيما قاعدين نشوفوا في لونها راهو تبدل، تحمرت مليح مليح. واش رايحه ندير لها؟ رايحه ندير عليها الثوم، عندي واحد 3 سنات هكاك تاع الثوم مربي، وعندي الفلفل الحار اللي يحب الحار بيان سور تقدروا ديروا الحلو، من الاحسن ديروا الحار. انا قصيت زوج قرون تاع فلفل حار مع 3 سنات تاع الثوم، كميه الثوم والحار تبقى على حسب كميه الكبده، لكم الاختيار. نخليهم يتقلاو مليح مليح. دركا رايحه ندير لها اللفاح اللي هو الملح، ما نكتروش بيان سور باش ما تجيكمش مالحه، فلفل كحل، عندي شويه تاع راس الحانوت وشويه تاع الكمون، غير شويه تاع كمون. عندي مغرف تاع طماطم مصبره حليتها في شويه تاع الماء، وراح نزيد شويه بركه تاع الماء باه تجيني هذيك لاصوص في الكبده تاعي. راح نزيد واحد النص كاس، يعني كلش 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 راح يكون كاس تاع ماء. دونك عندي تقريبا كاس تاع ما حليت فيه طماطم هذيك ونمرق به، ونخلي الكبده تاعي ديجا راهي طايبه ما فيهاش روح، جوست الفلفل هذاك يطيب لي شويه في هذيك لاصوص، لاصوص تختار ويعطيني هذيك لاصوص الخاطره البنينه تاع الكبده. الوغ شوفوا لاصوص تاعي راهي اختارت، انا كنت كملت قليت البطاطا راهي من هي كما قاعدين تشوفوا. دونك بعد ما طابت لي واختارت رايحه نرمي هذيك البطاطا ولي البنه كامل راهي هنا. نرمي هذه البطاطا كما قاعدين تشوفوا في هذه لاصوص مع الكبده، البطاطا ريحه تتشرب لي لاصوص وريحه تدي لي البنه، وريحه هي بروحها تزيد تطلق لي البنه تاعها مع الكبده، رايح يجي ميلونج خليط لفري 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 بنين. جربوها وتردوا لي الخبر، ومتاكده رايحه كامله تعجبكم. وما تنساوش انكم تدخلوا للصفحه تاع مالك الكبده وراهو يدير ليفريزون يوصل لكم وين ما كنتوا، والتوصيل رابيد ما يطولش عليكم، والبنة ما نحكي لكمش، مع رشة تاع معدنوس على الاخر. وتفكروني بدعوة خير، الفري بنينة مش نورمال. شوفوا نقرب لكم وشوفوا هذيك الطبق بيقة واحد الريحة ما نحكي لكمش، تجيكم تهبل. وكما شفتوا سهلة وجدناها، شو الفيديو قده فيه 5 دقائق، 5 دقائق تكون واجدة.
سهله وبنينه، وانا كنت درتها في ساندويتش على طريقه ملك الكبده. حكمت الخبز تاعي دهنته بالفرماج، وتحبوا ديروا الهريسه ديروا، انا ما حبيتش ندير الهريسه باسكو الكبده تاعي راهي ديجا حاره باسكو درت فيها الفلفل الحار، ما تحتاج انها ديري لها الهريسه. كنت طليت الخبز تاعي بالفرماج بلون وريحه نعمرو بهذيك الكبده ولي فريت، ريح الخبز يتشرب لكم هذيك لاصوص تاع الكبده، يولي الخبز طري ومشمخ مع الحروره هذيك تاع الكبده مع لي فريت مع الفرماج. نودكم ولا نشهيكم، جربوها ورجعوا لي الخبر تجيكم تهبل. الوغ اذا حبيتوا اي وصفات اخرى خليوا لي في التعليقات، اذا عجبتكم الوصفه خليوا لي رايكم في التعليق، ما تنساوش الاشتراك في القناه، فعلوا الجرس، بارطاجيو الفيديو باه يشوفوه الناس، ومرحبا بكم عندي كامل 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 في الانستغرام، وشوفوا لي هالجمال يهبل بنا مش نورمال. الوغ تهلاو في رواحكم، نتلقاو ان شاء الله في وصفه جديده، اذا حبيتوا اي وصفات اخرى خليو لي في التعليقات، وشوفوا ديك الجمال، شوفوا 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 لوزي يا فوزي. هيا تهلاو في رواحكم، باي باي.